في ايه؟ واجن دي في حارتنا. الا وياما ايه ده؟ حماده النحيف وربنا موت في الزغاليل وربنا اصلي والباقي كله صيني ومضروب بالجزمه. الكلام على ايه؟ مش تفتح. افتح ازاي وربنا؟ ده انا اول ما شفتك عارفه ده انا مغمى عليا. انا مصوره. بقول لك ايه، ابوس ايدك ما تيجي تفوقيني. ايه قله الادب والسفاله دي؟ ما تحترم نفسك. اموت في الادب والاخلاق. ده اموت في النحافه. انا ده ايه العسل ده؟ الرطارد بتاعتك. بس اتكلم معايا انا. ايه مالك فيه؟ ايه ده بيسألنا؟ ايوه بيسألك انت. ده ايه الصوت ده؟ وربنا بيسألنا؟ بيسألك انت. وفيها ايه لما يسألك؟ انت ما بتتسألش ولا ايه؟ لا يا اسطى ما بتسألش في المنطقة هنا، انا اللي بسأل. وايه ده؟ ايه الهدوم ده؟ انت مين انت؟ اوعى ايدك دي يا ابني. انت فيه ايه؟ اوعى ايدك، انت بتكتر. تعالى بس. ايه يا استاذ؟ في ايه؟ انت ماسكه كده ليه؟ عمل لك حاجه؟ امال ايه عمل لي؟ تصور الشاب الامور ابو عظام احمر بيتنك عليا وبيجز وبيسالني انا، بيقول لي مالك؟ بيقول لك ايه؟ مالك؟ يا نهار اسود ومنيل، انت ازاي تقول له مالك؟ يالا دي اخر تربيتي فيك يا كلب. قول اي اي يا بهجه. ده كان بيعاكس بوسي. بوسي؟ ايه الاسم النضيف ده؟ هي الموزه اسمها بوسي؟ الموز اسمها بوزي. اسمها بوزي روح. اصلي بيومي مولوتوف. يا خبر ابيض، وحشني والله يا مولوتوف. فينك وفين ايامك يا خبر؟ ده الدنيا دي ضيقه بشك. صدق انت على بالي بقالي كام يوم، عمال اقول يا ترى مولوتوف فين؟ يا ترى اخباره ايه؟ يا ترى بيعمل ايه؟ او ما الاقيك هنا. والواد حماده دخلتوش ازاي؟ الحمد لله كويس، هو بيلقط رزقه. هيجي على القهوه بالليل، ده هيتبسط قوي لما نشوف سعادتك. وعلي سنجه خرج؟ لا خد حكم بس هربان، وكل يوم يبات في حته شكل، والبوليس داير ما يدور وراه. والنبي وحشني، عايز اشوف. هيجي على قهوه بالليل نكلمه. بس يا باشا انت قاعد معانا شويه. انا قاعد مبغلط عندكم هنا. يا جدعان ما تخلصونا بقى، عايزين نمشي. انت عامل لنا لبس وقلب دماغ ده ليه من الصبح؟ خد امسك يلا. يا باشا طب ما تهزهم شويه. يلا بقى ما تبقاش غيتت بقى، امشي من هنا. اصل في حاجه يا اسطى؟ لا مفيش، حسبي الله ونعم الوكيل.